بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 18. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أنزل الله عليه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، وعلى آله وأصحابه خير الأمم. وبعد، نمضي في إلقاء الأضواء على فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ما زلنا نقتبس من رسالته القيمة الواسطة بين الحق والخلق. قد انتهينا فيها إلى موضوع الدعاء، حيث قال رحمه الله: والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى والأدنى للأعلى، ومراده ما دام الداعي على قيد الحياة، أما بعد الموت فإنه لا يطلب من الميت دعاء ولا غيره. ولهذا قال: فطلب الشفاعة والدعاء من الأنبياء، كما كان المسلمون يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ويطلبون منه الدعاء، بل وكذلك العباس عمه من بعده استسقى عمر والمسلمون بالعباس عمه، والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من الأنبياء، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء وله شفاعات يختص بها. ومع هذا فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يعتمر وودعه، قال له: يا أخي لا تنسني من دعائك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من أمته أن يدعوا له، ولكن ليس ذلك من باب سؤالهم، بل أمره بذلك لهم كأمره بسائر الطاعات التي يثابون عليها، مع أنه صلى الله عليه وسلم له مثل أجورهم في كل ما يعملونه. فإنه قد صح عنه أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وهو داعي الأمة، وهو داعي الأمة إلى كل هدى، فله مثل أجورهم في كل ما اتبعوه فيه. وكذلك إذا صلوا عليه فإن الله يصلي على أحدهم 10 وله مثل أجورهم مع ما يستجيبه الله من دعائهم له، فذلك الدعاء قد أعطاهم الله أجرهم عليه، وصار ما حصل له من النفع نعمة من الله عليه. قد ثبت في الصحيح أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به آمين ولك مثل ذلك. وفي حديث آخر: أسرع الدعاء دعوة غائب لغائب. فالدعاء للغير ينتفع به الداعي والمدعو له، وإن كان الداعي دون المدعو له. فدعاء المؤمن لأخيه المؤمن ينتفع به الداعي والمدعو له، فمن قال لغيره ادعو لي وقصده انتفاعهما جميعا بذلك، كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى، فهو نبه المسؤول وأشار عليه بما ينفعهما، بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى فيثاب المأمور على فعله، والآمر أيضا يثاب مثل ثوابه. إلى أن قال رحمه الله: والمقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك، بل هذا دين المشركين عباد الأوثان، كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء والصالحين
وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله، وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى حيث قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، إلى أن قال: وقد بين الله هذا التوحيد في كتابه وحسم مادة الشرك حتى لا يخاف أحد غير الله ولا يرجى سواه ولا يتوكل إلا عليه، فقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي الشيطان يخوفكم أولياءه، إلى أن قال رحمه الله: ومع علم المؤمن أن الله رب كل شيء ومليكه فإنه لا ينكر ما خلقه الله من الأسباب، كما جعل المطر سببا لإنبات النبات، قال الله تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، وكما جعل الشمس والقمر سببا لما يخلقه بهما، وكما جعل الشفاعة والدعاء سببا لما يقضيه بذلك، مثل صلاة المسلمين على جنازة الميت، فإن ذلك من الأسباب التي يرحمه الله بها ويثيب عليها المصلين عليه. لكن ينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: أحدها أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب، بل لا بد معه من أسباب أخرى، ومع هذا فلها موانع، فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود، وهو سبحانه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله. الثاني أنه لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم، فمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلا، مثل أن يظن أن النذر سبب في حصول النعماء ودفع البلاء، قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. الثالث أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببا إلا أن تكون مشروعة، فإن العبادات مبناها على التوقيف، فلا يجوز لإنسان أن يشرك بالله فيدعو غيره وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه، وكذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة وإن ظن ذلك سببا لحصول مقصوده، فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك، وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان، فلا يحل له ذلك، إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فما أمر الله به فمصلحته راجحة، وما نهى الله عنه فمفسدته راجحة. ثم قال رحمه الله ردا على من قال: إن الله يسمع الدعاء بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: إن أراد بذلك أن الإيمان بمحمد وطاعته والصلاة والسلام عليه وسيلة للعبد في قبول دعائه وثواب دعائه فهو صادق، وإن أراد أن الله لا يجيب الدعاء حتى يرفعه إلى مخلوق أو يقسم عليه، وإن أراد أن الله لا يجيب الدعاء حتى يرفعه إليه مخلوق أو يقسم عليه بمخلوق، أو أن نفس الأنبياء بدون الإيمان بهم وطاعتهم وبدون شفاعتهم وسيلة في إجابة الدعاء، فقد كذب في ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.